هذه جول مرة ثانية ممتازة على الطائر وهدف أول لصلاح الشباب. عبد الله يترقب عشاق نادي الزمالك مباراة فريق الكرة بالنادي أمام نظيره شباب لوزداد بملعب الأخير بالجزائر الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال إفريقيا. ويمتلك الزمالك سجلا تهديفيا مميزا على الأراضي الجزائرية على مدار تاريخ مشاركاته الإفريقية والعربية أمام أندية الجزائر قبل مواجهة بلوزداد. وتمكن الغزال الراحل إبراهيم يوسف من تسجيل هدف وزنه ذهب في شباك تيزي أوزو الجزائري بملعب الأخير في ذهاب نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1984، سهل كثيرا من مهمة أبناء ميت عقبة في حسم التأهل في لقاء العودة بالقاهرة. وغرد العندليب عبد الحليم علي بأجمل المعزوفات الكروية من الأراضي الجزائرية مسجلا هدف انتصار الزمالك في شباك أهل البرج الجزائري، وهو الهدف الذي كان له مفعول السحر في بلوغ أصحاب الرداء الأبيض نصف نهائي دوري أبطال العرب في نسخته 2006-2007. هذه جول قلنا هذه جول مشاهدينا الكرام. عبد العليم علي. عودة لأهداف الزمالك في الجزائر بالمنافسات القارية ولقاء مولودية وهران في إياب ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1993، وهدف التعادل لوليد معاذ الذي أمن على بلوغ الفارس الأبيض نصف نهائي تلك النسخة. يرجع لي بن عبد الله، وبعد ما اصطدمت الكرة بأحد لاعبين نادي الزمالك، اتحاد البليدة الجزائري كان ضحية جديدة على ملعبه في مواجهة الزمالك بثنائية تاريخية دونها كل من عبد الحليم علي وأحمد صالح ليعبر النادي الملكي إلى مرحلة المجموعات لدوري أبطال العرب نسخة 2003-2004. ونجح أحمد حمودي في تسجيل هدفا ثمينا للزمالك في الأراضي الجزائرية، وأحرز التعادل القاتل في مرمى مولودية بجاية، والذي قطع الفارس الأبيض على إثره بطاقة الترشح لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا نسخة 2017. وفي مباراة أكثر من رائعة للزمالك في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال نسخة 2021، ينجح الثنائي يوسف أوباما ومحمود شيكابالا في قيادة فرسان ميت عقبة للانتصار بهدفين نظيفين على حساب مولودية الجزائر بملعبه. هذه جول مرة ثانية ممتازة على الطائر وهدف أول لصلاح الشباب. يرجع لي بن عبد الله،